كان هذا آخر ظهور علني للفنان الراحل محمود جاسين أثناء تأدية واجب العزاء في صديقه الفنان الراحل محمود عبد العزيز منذ أعوام، ليرحل هو أيضا عن هذه الدنيا اليوم الأربعاء بعد صراع طال مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما. بينما كانت هذه الصورة آخر ظهور فوتوغرافي للفنان الراحل مطلع شهر مايو الماضي، بعد أن نشرت ابنته الفنانة رانيا محمود ياسين صورة تجمعها بوالدها وزوجها الفنان محمد رياض عبر حسابها على إنستغرام. عانى الفنان الراحل رحلة صعبة مع مرضه الذي تسبب في ابتعاده عن الأعمال الفنية، وكان آخرها فيلم جدو حبيبي عام 2012، ثم مسرحية مصر فوق كل المحن عام 2014، وكان على وشك مشاركة الزعيم عادل إمام في مسلسل صاحب السعادة، إلا أنه لم يستطع حفظ النص وفسخ العقد بعد أن تأكدت إصابته بمرض ألزهايمر. ولد الفنان محمود ياسين في محافظة بورسعيد وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية، وكان حلمه أنذاك أن يقف على خشبة المسرح القومي لينتقل إلى القاهرة ويتخرج من كلية الحقوق، ومن ثم يحقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي وتطلق مسيرته الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون، بل ورواية أعمال عدة بصوته المميز لتفوق أعماله 160 فيلما و68 مسلسلا فضلا عن المسرح. تفاعل كبير طبعا أثره هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى خبر رحيل الفنان ردود فعل حزينة واسعة من كافة أنحاء العالم العربي، كما من زملائه في الوسط الفني الذين أبدوا حزنهم عبر تغريداتهم وتعليقاتهم. نبدأ مع الفنان والممثل محمد هنيدي والذي غرد: البقاء لله في فناننا الكبير محمود ياسين، ربنا يرحمك يا رب. كان في أيضا تعليق من الفنان يوسف الشريف: وداعا الفنان الكبير محمود ياسين، خالص العزاء لكل أهله ومحبيه. ومن الفنان نبيل الحلفاوي: وداعا أيضا، يقول فيه: من أبرز علامات جيلنا لطف به وسبحانه وتعالى بعد طول غياب عن مملكته اللي صال وجال في دروبها، فارسا متميزا بحضوره القوي وتمكنه ورصانته، تاريخ مشرف لفنان دمث الخلق أخلص لفنه فبدله العطاء، رحمك الله يا محمود. وأخيرا من الفنان أسر ياسين تعليق يقول: كنت سعيدة جدا أني وقفت قدامه في أول بطولة لي في فيلم الوعد، من أحن وأطيب وأجدع الناس اللي شفتهم في حياتي. الله يرحمك يا أستاذ محمود ويصبر أهلك وأهل الفن، نسألكم الفاتحة.